ما شاء الله تبارك الله، اليوم جتنا سحابة طيبة، لاحظوا سرعتها ما شاء الله تمشي. هذه الجهة شوفوا ما شاء الله تبارك الله. المهم بعطيكم معلومة نحوية كثير من الناس تخطي فيها، هذا الريحان اللي قدام البيت. المهم المعلومة تقول متى نكتب الواو الألف بعد الواو ومتى ما نكتبها، مثل كلمة نرجو نكتب فيها ألف بعد واو ولا ما نكتب. القاعدة تقول إذا كانت الواو أصلية مثل نرجو نسمو هنا ما نحط ألف، الألف الفارقة مع الواو الزائدة اللي هي واو الجماعة مثل ذهب كتب. والحين أكتب لكم بعض الأمثلة. لو نلاحظ الحين في كلمة نرجو ونسمو الواو فيها أصلية، ما أقدر أضيف الألف الفارقة، لأن قلنا لكم الألف الفارقة تجي مع واو الجماعة مثل كلمة كتبوا ذهبوا، هنا أضيف الألف بعد الواو. وأنا أشرح إلا نزل المطر ما شاء الله تبارك الله، هو بارد مع المطر الخفيف رذاذ تبارك الله. رمضان هذا رمضان VIP ما شاء الله تبارك الله، يعني رمضان فانتاستيك.